اخر موسم حمد في على لا معلومه مؤكده فهمت صحيح. صحيا سي حمد المدب لم يعد قادرا كل على تحمل الضغوط الكبيره لا هو 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 يبدو لي انه خذا قرار حاسم وحتى ما لا لا انا مؤكد اللي السيد حمدي المدب هذا حاجه قالها هو اللي هو باش يكون اخر الموسم اللي ترجع على راس الترجي التونسي هو قرر أسباب من صحيه وضغوط عائليه, عائلية رهيبه لانه تقول عملت ما أنت السيد كان جا في جرجيس البارحه راه صارت له حاجه صحيح تعرف انت الشغف وحب السيد حمدي المدب دي التونسي ويشوفها بالشكل هذاك راه مش سهل هنا هنا على... تصور انت السيد حمدي المد محضر الرجل المناسب بعده هو ولا مش لا مش من هو باش يحط رجل مناسب لازم لا مش مش مسؤوليته فما ناس حكماء فما ناس ت... هو من هو زاد من مصلحته فما تقاسم ادوار معناها هو هو يبعث نحكيه توا على خلية توا كي النجم الرياضي يمكن زبير يقول لك الشرميتي موجود وعبد النور موجود وعامل لك الخلايا هذيك اللي معنى اللي معاه اللي ناس تخدم ينجم يعوضوني مثلا ولو انه هو نحكيو هنا توا على التصويره نتاع رئيس في وقت المقابله احنا قدام الترجي مشينا ابو سالم البارح فما واحد من الجمهور قال اخي وقت الترجي تلعب ما نغزو كيفاش هذي ناس ما لها علاقه اليوم م. بالترجي فما بالك برئيسنا أي تلعب البارح <applause>